اوكي، فتظهر عندك الصورة وتظهر عندك الاسم بلس ممكن تصغير الصورة شوي، يعني لو كان على سبيل المثال 50 ب 50 I think يكون نايس ألطف. اوكي، فهنا عندك اليوزر، يوزرز هنا يطلع لك يوزر، طبعا كل ما تخلق يوزر جديد يظهر لك مفروض هنا أنا. بلس انه احنا نحتاج ايضا نصنع يوزرية، بمعنى لو نذهب هنا ونصنع مسار اخر على سبيل المثال هذا يظهر لك اليوزرية، تقدر ايضا تصنع يوزر، create user تمام، وهذا users dot create هذا منين تجيبه؟ هذا مو tag create، جيبه هنا فيكون users create، users create وهذا الشكل. فمن ترجع هنا يكون عندك هذا المسار جاهز. نايس. اوكي، هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى كنترولر في الكرييت، نفس الحالة يحتاج انه توجهها للفيو. اوكي، فهذا الفيو يذهب للكرييت بدون with، لان انت ما عندك اي معلومات. اوكي، فيحتاج نعمل لنا تمبلت اسمه كرييت، وين هذا التمبلت راح يكون؟ في الفيو، في اليوزرز. نا ممكن اخذ هذا كوبي اند في اليوزر اعمل له بيست، هذا كرييت جاب لي اياه جاهز، كرييت يوزر. اوكي، هذول الايرور راح يطلع، وهذا ايضا الراوت هنا لازم يوزر ستور. اوكي، او يوزرز ستور دي، وهنا لاحظ نفس الشيء عندك هذا مستور وخذه بيست، بدل هذا يوزرز، بدل هذا يوزرز. اوكي، هذا ايضا يوزرز سيف، الراوت ايضا صنع جميل. عندك شو بعد؟ النيم بليس هولدر انتر يوزر نيم. اوكي، and what else، name و email ممكن نعمل هذا الشيئين، email name email. okay and user email small. I think هذول الشخصيتين كافية جدا، بلس انه نحتاج الستور. I think احنا هنا عملنا الستور نايس فور ستور all these. يبقى انه نذهب للكنترول، في الكنترول تحت هيجي الستور. اوكي، هنا تبدأ اللعبة. شنو الشغلات اللي تحتاج انت؟ فاليديتور، فيمكن هنا في كنترولر موجودات، هنا خلينا نعمل السيف and tag controller اتصور بيها create، لاحظ بيها validation ممكن ناخذها، بس مجرد نغير بيه حتى لا نطول. هذا validate، شنو ال validate اللي تريده؟ name copy فاريزة email صح، and تحتاج الى password اوكي، وهذا الباسورد طبعا او اتصور هنا ما نحتاج باسورد، نحن required فقط النيم والايميل، بس هنا عفوا اوكي نيم والايميل باليوزرز كنترولر. في مرحلة الكرييت هنا نقدر نقول دولار يوزر يساوي يوزر كرييت، اخلق لنا النيم اوكي نحتاجه فاريزة وايميل والباسورد، هنا ممكن اذا طلب عمل الباسورد ايضا، اند هذا راح ياخذه من النيم، ايميل راح ياخذه من الايميل،
باسورد، راح ياخذ من الباسورد. اند هنا الباسورد اكو شغله كلش مهمه، الباسورد لازم يتشفر، فممكن نضعه في فانكشن باي ذا واي كات اوكي فور باسورد، اند يعني نقدر نختار احنا الباسورد اصلا باي ديفولت باي كريبت اوكي. يعني ممكن تضعها بالفورم على فكره، ممكن تضعها بالفورم او انت اعمل لك باي كريبت كلمه باسورد، فاهم؟ لما تعمل يوزر قبل كلمه السريه باسورد، هاي في حالات اذا انت تريد تصنع يوزريه عدد يوزر كبير وتريد تضع مثلا ديفولت باسورد اللي هو كلمه باسورد، فبعدين هو من تعمل له انت يدخل هو يغير الباسورد مالته. اوكي بلس انه نحتاج شيء البروفايل ايضا نحتاج انه نعمل له ابديت. سو هنا بعد اليوزر احنا في عندنا ربط مع البروفايل، فنقدر نقول له بروفايل نعمل متغير او اوكي نقدر اصلا ننادي عليه بروفايل دوت دوت كرييت فقط لا اكثر لا اقل، ممكن تكون فارغة اصلا. نايس يعني نصنع فقط بروفايل فارغ لا اكثر لا اقل، هذه بالنسبة لمن بالنسبة لي البروفايل. سو اللي بدنا نعرفه احنا اذا حبيت انه تعمل ديفولت بروفايل يعني بدون ان تضيف لاي شيء، مبدئيا فقط ايميل اند باسورد. ملاحظين فيسبوك يطلب من عندك ايميل باسورد، بعدين من تعمل لوجن يطلب من عندك انه تضيف اشياء اخرى، فهاي اكثر شيء يتبعوها المواقع الحديثه. يقول لك اليوزر لما يسجل لا تتعبه، لا تطلب من عندك كثير اشياء، خليه يسجل نوع من التسويق، خليه يسجل بعدين اطلب من عنده، اشرط عليه انه لازم يحدثه. فش نقدر نعمل هنا أنا؟ اذا جينا على البروفايل where is it migration user table profile احنا عملنا له table oh my god yes هذا profiles هاي باسورد تيبل هذا بوست جاد يمكن مسحناه بالغلط، خلينا نشوف اذا رجعنا بالكوماندات create tag table controller user controller and لا مستحيل اوكي migration ايضا كنا طالبين من عنده so make migration اوكي فمن نرجع مفروض انه ينضاف هذا اللي هو البروفايل اوكي سو هذا مال اليوزر بس هنا ايش نحتاج؟ نحتاج نضيف ماي جاد نعيد الشغلات من جديد don't say that don't يلا خلينا ناخذ هذا كله كوبي نرجع البروفايل وينه بروفايل تيبل نجي هنا أنا best oops هذا ما بيها أيضا table so نرجع هنا نأخذها مع السكيما okay نضيفه هنا plus هذا أيضا let down like this okay احنا table نحتاج نصنعه اسمه profiles okay profiles profiles طيب في البروفايلز عندنا اي دي عندنا قلنا افاتار عندنا يوزر اي دي
عدنا خلينا نقول فيسبوك، عدنا تويتر، عدنا هذا أيضا I think الأفاتار سترينج يوزر اي دي هو انتجر، انتجر and الفيسبوك راح يكون سترينج. اوكي and هذولا احذفهم. طيب هذا يوزر اي دي ما يحتاج لا يونيك ولا هذا ديفولت. اوكي لايك ذس. هنا أنا نجي نكتب تويتر and جيت هاب مثلا حسب اللي انت تريده بلس الاباوت. اوكي هذه الاشياء اللي احتاجها. هذولا ما بيتعبوا اوتوماتيكيا الا اذا انت ذكرت شيء اخر معاها، على سبيل المثال نولبل. اوكي فعندك مثلا الافاتار ممكن يمليها اليوزر، وانت لما تصنع اصلا انت لما تصنع بروفايل احنا هذا الشيء لاحظناها وين كان في اليوزر كنترول، راح يصنع لك بروفايل يعني بروفايل فارغ. فبالحالة نحتاج انه اكو في بعضهم شرط انه يكون موجود، فنقدر نعمله نولبل. نولبل يعني انه تكون نول، ليست فارغة وليست مملوءة، نول فقط اسمها نولبل. ففيسبوك كذلك، تويتر كذلك، والجيت هاب كذلك، والاباوت كذلك. اوكي فقط اليوزر اي دي يبقى and الاي دي يبقى بدون ان نعمل اي شيء. بلس هنا بروفايلز بالتحت ايضا بروفايلز. اكسلنت. هنا بما انه اليوزر اي دي احنا ما ضفناها، بمعنى انه يجب تعبئتها في الكنترولر، يوزر كنترولر. طيب كيف انا اعبيها في اليوزر كنترولر؟ ايضا بسيطه، لو نضع الاري انتر هنا شو نقول؟ نقول اليوزر اي دي، الحقل اليوزر اي دي في البروفايل راح يساوي لنا من؟ راح يساوي لنا دولار يوزر اي دي، اليوزر الاي دي اللي احنا عملناه، يوزر الجديد اللي احنا عملناه. اوكي فعن طريق هذا. سو يبقى شنو؟ يبقى ايضا انه نذهب للبروفايل، البروفايل ليس الكنترولر وانما هذا. اوكي هذا ما ايضا نعمل رايت كليك رينيم البروفايل البي ان كابيتال. اوكي طيب هنا نحتاج ايضا مجموعه اشياء، يعني كيف هنا في التاج او في اليوزر عندك مجموعه اللي هو بروتكت نوت بروتكت الفيلبل. اوكي نفس الشيء لازم في البروفايل متوفره. طيب شنو الشغلات اللي انت تضعها في البروفايل؟ الاشياء الموجوده في الجدول، يعني هنا في الجدول شنو الاشياء اللي موجوده تتمررها عن طريق البروفايل ما عدا الاوتوماتيك. فهذا اوتوماتيك ما يحتاج. عندك الافاتار، عندك اليوزر اي دي تسمح بيه، فيسبوك، تويتر، اند جيت هاب. اوكي هذا كان تويتر، هذا جيت هاب، وهذا الاباوت. اوكي هذه الاشياء اوبس هذه الاشياء اللي هي تكون ضروريه فيلبل. تمام جميل. بعد ذلك لما تيجي انت كيوزر كنترولر تخلق اليوزر تحتاج انه انت تعمل الريدايركت الى من؟ ممكن باج، وممكن بدل الباج نستخدم راوت الى اليوزرز حتى تتاكد انه هذا اليوزر تمام ولا يعني يرجع لك للمين يوزرز. اوكي بهذا الصيغه يبقى انه اننا نعمل مايجريشن. لا تنسى انه احنا كان تيبل مفقود، ف بي اتش بي migrate refresh راح يعطينا ايرور. ليش؟ لان profiles already exist. فش راح اعمل يعني لاحظ هنا انا هنا في عندي البروفايل، لاحظ create profiles هذا احذفه لازم. اوكي في المايجريشن الان لو عملت كلير اوبس
table profile already exist. Okay. خلينا جينا براوز profile profile. لاحظ profile غير موجود هنا، بس لكن ك table موجود، فاحتاج انه profiles عملنا ماذا؟ يما من الدروب يما من الجانب. هذا دروب. اوكي، حذف البروفايلز. كلير. ارجع مرة أخرى ريفرش. ذاتس إت. نجحت العملية. فهنا لما أجي أعمل مرة أخرى بلاتفورم أي كيو، تظهر عندي أيضا البروفايل اللي أنا كنت فاقده. اوكي، فبالبداية تمسحها من المايجريشن القديمة، وبعدين تجي تمسحها من الداتابيز بروفايل القديمة، وبعدين تجي تعمل ران. اوكي، سو إذا جينا بي اتش بي ارتيسون سيرف and هذا يبقى هوبس، لكن يوزر يوزرز. اوكي، يطلب عندنا لوجن، لازم اول شيء نعمل ريجستر. اوكي، باسورد محمد and confirm محمد ريجستر. That's it. لما اجي على اليوزر لاحظ يظهر لي محمد. لو جيت على كرييت يوزر بيطلب من عندي اليوزر. على سبيل المثال اليوزر هو أحمد، والإيميل أحمد. تمام، سيف. أعطاني إيرور. ليش؟ لأنه إحنا عدنا هنا مشكلة مع ال أوكي، يمكن إحنا كاتبينه غلط. أوه، هذا غلط. بيكريبت بيكريبت. خلينا نشوف اذا ما صنع اليوزر. لا ما صنعها. زين، نجي هنا أنا. احمد وليد and احمد سيف. اوبس، not found. هنا عندنا مشكلة. او احنا ما طالبين البروفايل بروفايل. اوكي، لان احنا جوا في الاسفل بنستخدمه. سو باج اند يوزر احمد نزل، لاحظت؟ خلينا نجي نعمل ديليت. فهنا نجي نعمل ريفرش اند احمد وليد and الايميل احمد at gmail. That's it. مبروك، احمد وليد ايضا نزل. وفي الداتابيز ايضا راح تلقى هنا في اليوزرز راح تلقى احمد وليد نزل بلس. خلينا نشوف البروفايل. Where are you profiles. اها، لاحظ اليوزر ثلاثة والبقية كلهم نول. تلاحظ هذا هو النولابل، نول 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 نول. اوكي، لانه هو ما وضع اي شيء. فمن تجي على اليوزر اوكي راح تلقى رقم ثلاثة. طبعا هنا ما يظهر البروفايل لان لازم تعمل ريفرش بالكامل. اوكي، لاحظ هنا ظهر عندك البروفايل. That's it. ننتقل للدرس القادم، لكن اقول لكم مع السلامة.